ونتحول الآن إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. الجولة الاقتصادية مع مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين وشكرا سحر نجي. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة من أخبار المالية والأعمال لنشرة التاسعة نتابع فيها. انضمت الكراكة مهاب مميش أحدث وأكبر أصول كراكات الهيئة إلى الكراكات العاملة في مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بين الكيلو 122 وحتى الكيلو 132 ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى. وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع على أهمية زيادة معدلات التكريك بالمشروع وكذلك الالتزام بالجدول الزمني المحدد، كما وجه الفريق ربيع بضرورة الانتهاء من تجهيز خطوط الطرد التي تمر أسفل القناة على أعماق تصل إلى 28 متر وذلك لنقل ناتج التكريك لأحواض الترسيب. استضافت الجامعة العربية الجلسة الافتتاحية للدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. ناقش الاجتماع منطقة التجارة العربية الحرة وكذلك تطورات الاتحاد الجمركي العربي وبرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، إضافة إلى مناقشة الاستراتيجية العربية وخطة العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي في الفترة ما بين عامي 2022 وحتى عام 2028. من جانبها أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن مصر تلتزم بكافة قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الاتفاقات العربية وتعمل على تيسير حركة التجارة الحرة مع الدول العربية. جاء ذلك في كلمة لها أمام الجلسة الافتتاحية للدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية. إن حكومة جمهورية مصر العربية تعمل جاهدة على الالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ولا تألو جهداً في اتخاذ أي إجراءات من شأنها تيسير حركة التجارة البينية بين جمهورية مصر العربية وأشقائها العرب، والقضاء على أي معوقات تعترض سبل تنمية حركة التبادل التجاري، كما أؤكد على عدم اتخاذ أي إجراءات تعوق ذلك بما يعود بالنفع على مصر وكافة الشعوب العربية. بدوره دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى ضرورة العمل بشكل حثيث على تسريع مسار التكامل الاقتصادي العربي والإقليمي. وأشير هنا على نحو خاص إلى ما تفرضه علينا هذه الأزمة من ضرورة العمل بشكل حثيث على تسريع مسار التكامل الاقتصادي العربي، فربما كان واحدا من أهم دروس جائحة كورونا هو خطورة ما تتعرض له سلاسل التوريد من اضطراب جراء أزمات مفاجئة لها طبيعة عالية وما ينطبي عليه ذلك من انعكاس خطير على حركة التجارة وتوفر الإمدادات من السلع وبخاصة الأساسية منها. ولا شك أن التكامل الإقليمي وتعزيز التجارة البينية وتعميق أطر التعاون والتنسيق الاقتصادي في المنطقة العربية. عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب لقاء مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي وذلك في إطار جهود تفعيل التعاون المشترك بين هيئات الاستثمار في البلدين. هذا وقد شهد اللقاء استعراض أهمية تعزيز التعاون الاستثماري في مجال تقديم الدعم الفني لهيئة تشجيع الاستثمار بدولة فلسطين في مجال جذب الاستثمارات وتهيئة البيئة التشريعية. من ناحية أخرى أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب على أن هولندا تأتي في المركز الثاني كأكبر الدول المستثمرة في مصر، لافتا إلى سعي هيئة الاستثمار لفتح المزيد من أفاق التعاون مع الجانب الهولندي وذلك لجذب وتشجيع الاستثمارات الهولندية في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار مع موريتش تشابفيلد السفير الهولندي في القاهرة وذلك لمناقشة سبل تفعيل وزيادة التعاون الاستثماري بين البلدين. إلى البورصة المصرية حيث أنهت المؤشرات تعاملات اليوم أول جلسات شهر سبتمبر بارتفاع جماعي
مدعومة بعمليات شراء من جانب المستثمرين الأجانب والعرب. يرتفع بذلك رأس المال السوقي بنحو 4,600,000,000 جنيه ويغلق عند مستوى 745.7 مليار جنيه. ونتحول معكم إلى المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 16% ليغلق عند مستوى 11,301 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 3,038 نقطة. كذلك صعد مؤشر EGX100 بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 4,056 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع. وبالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 18.53 جنيها للشراء و 18.65 جنيها للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 21.57 جنيها للشراء و 21.72 جنيها للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 4.26 جنيها للشراء و 4.29 جنيها للبيع، في حين سجل الريال السعودي 4.17 جنيها للشراء و 4.19 جنيها للبيع. إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث استقرت أسعار الذهب عالميا، ليسجل الذهب 1,815 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي، فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 676 جنيه، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 790 جنيه. كما سجل الذهب عيار 24 ما قيمته 903 جنيهات، هذا وقد وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6,320 جنيه. أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعادة تشكيل المجلس الذي يشرف على صندوق احتياطي الأجيال القادمة للبلاد، وذلك برئاسة وزير المالية سلمان بن خليفة. يأتي هذا في حين أعلنت المالية البحرينية أن نتائج صندوق احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي سجلت أرباحاً بقيمة 43.9 مليون دولار، مع تحقيق عائد سنوي على متوسط الاستثمارات بنسبة 6.83%. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم لنهاية هذه الجولة الاقتصادية. أعود من جديد لاستكمال ما تبقى مع سحر ناجي ويوسف حديد. شكرا لك مصطفى.